سرقة بعدين ترى حرامية أمريكا والمافيا مو مثل سرقاتنا، ربعنا اللي يسرقون ترى حليلين، يسرقون ونيت هاي لوكس موديل 82، هذا لا يسرقون بنوك. واحد سرق بنك يا أخوان وقاعد يعد القروش، تعب ويعد يعد بنك، قال ليش أتعب نفسي؟ بكرة في الجرائد يقدرون مبلغ. واحد حرامي دخل على مجمع سكني كبير، وصار ينطنط على البيوت يسرق، والناس ايش؟ والناس نايم، وهو قاعد يسرق، يوم شاف الناس نايمين قال اه يا القهر، اه يا القهر، الناس نايمة مرتاحة وناس تدور رزقها. عندكم في مصر جريدة الإهرام رجل صعيدي يضرب حماره ضربا مبرح ويربطه بالشمس لمدة يومين. مدة يومين. بعد يومين زاروه أصحاب له في المزرعة سمونها الغيط، في الغيط، فقالوا له إيش بك مع هذا الحمار؟ قال هذا تعبني وجلدته وربطته. قالوا حرام عليك فكه من الشمس. تقول جنيت الأهرام فمجرد أن جاء الرجال فك الرباط كان مرة حق الحمار، بس فكه عشان يوخروا عن إيش؟ حتى باللغة العربية يبعده عن الشمس. من يوم فك الحمار طوال انطلق على رقبته ومسكه عضه، جو ذول يضربون الحمار وانا بك، ما أطلق هذا الرجل إلا هو ميت صاحب الحمار. كتبت الجريدة وحول الحمار للتحقيق. والله العظيم بالجريدة قلت الله يعين النيابة اللي هتحقق مع حمار، الحين تحقق مع وادم وتتعب، وش تحقق مع حمار؟ لا لا صحيح. الآن أنت ورطان بحرمتك ماسكتك منا في الكرافتة تقول لك طلقني طلقني طلقني. أبغاك أنت تترك الناس، أبغاك أنت يعني ما تقدر تجاوب. باش مهندسي أنت منين؟ لبنان؟ سوريا؟ أي إيش تقول لها؟ إيش يقول ما اسمع؟ أقول لك ماسكتك مع الكرافتة كيف تترك البيت؟ ماسكتك مع الكرافتة ماسكتك موقفة عليك مسنترة. ها؟ الآن حرمتك واقف جنبك، حرمتك الآن جنبك ماسكتك منا. أمسك ثوبي ولد، أمسك ثوبي، ماسكتني بقوة، لا ثوبي مش ماله، ماسكتك بقوة مرة، مين رأت تطلق كذا بقوة؟ تقول لك ما أحرك ولا تتحرك مني. أنت سوري وأنت لبناني مصري، يلا أمسك. أنا لو أنا لو أسوي لي حركة، أنا متزوج، لو حرمة تسوي زي كذا أقول وامشي. وتنحل جائزة. تقول الحمد لله الذي بنعمته إيش؟ تمسى. لكن بعض الشباب إذا جاءوا ناجحين ما يقولون كذا، يشوفهم مع المدرسة يطلع يرقص يا ليل يا ليل، ويطق إصبع تك الحرير يا ليل يا ليل. أنا شفتهم بعيني مثل ما يطقطقوا، أنا ما أعرف أطق. تعرف تطق إصبع؟ أنا ما أعرف أصبع. تسمع طق 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 ما أدري شلون ما شاء الله عليك. يا ولد الله يجزاك خير قول الحمد لله. يا ضوء يا ليل يا. والله العظيم يا أخوان أشوف عند طلاب الثانوية. طيب السنة، السنة تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أنا أمس جاني خبر وأنا في مصر في المطار ومع في السيارة ومعي سواق مصري جزاه الله خير، أخ مصري، يوم بالجوال كلمني قال كذا وكذا، دب مسجد السيارة. المصري خاف يحسبني مت، يا شيخ يا شيخ المصري حسبني مت، سجدت وقمت وكلمت قال والله حسبك مت انت حتبني مصيبه. قلت لا الله يجزاك خير ما مت، لو مت ما قال. قال ليش طحت؟ قلت سجدت سجود شكر، جاني خبر اسرني، وكان عليه السلام اذا جاء خبر اشتر وش سوي؟ يسجد سجود ايش؟ سجود شكر. يا اخوان دقت علي واحده في الجوال قبل اسبوع وانا قاعد عند الوالده الله يمتعها ويطول عمرها، اقول امين. عاميه ما تقرا ولا تكتب من عجز الاولين، عز التوحيد والعقيده الصافيه. قالت شيخ سليمان؟ قلت نعم. قالت هل يجوز ان اسقط ولدي؟ قلت ليش؟ قالت انا حامل امس الشهر الثالث وعندي طفلين وراتب زوجي على قده ولا نقدر نعيشه. اي والله بهذا النص يا اخوان. قلت والله الحقيقه انا ماني مفتيكي، لكن عندي امي الله يمتعها عجوز ما تقرا وتكتب، ابى اخليها ابى افتح سبيكر وكلميها وشوفك. قالت يا شيخ استحي منها. قلت لها ما في شيء كلميها. وافتح السبيكر قلت يمه. قالت سمي. قلت هذه واحد تسال. قلت وليدي وانت شايفني شيخه؟ قلت والله انك شيخه بس من دون لحيه. جاوبيها الله يجزاك خير. قالت يا وليدي. قلت جاوبيها. فقالت لها والله العظيم طوالي امي ردت قالت لها الله يهديك يا بنيتي وين الرزاق؟
وين ايش؟ اي والله بهذا النص. قالت يا بنيتي انت تحسبين انا رجلي عبد العزيز الله يرحمه ابوي الله يرحمه، رجلي مات وعندي 13 ولد، 13 ومنهم سليمان، شوف ايهم عايشين، اللي شيخ واللي دكتور واللي استاذ واللي، وتنزل عليها امي شيخ الحقيقه محكحكه، وين توحيدك يا بنيتي خوفي؟ الله الله لا يحبط بنا، الله ما يرزق، والله يرزق الحياه بجحوره، وبتعطيها من هالقصيد يوم البنت انبهرت، والمشكله بنت جامعيه. قلت والله ان عقيدتك انت اللي تكلميني بالجوال عصيده، عقيدتك ايش؟ عصيده، حط عليها سمن وكليها الله يجزاك.